السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافتس للأعمال اليدوية والخياطة. وفي البداية إذا كنتوا أول مرة تشوفون القناة أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد، وأتمنى تسعدوني بلايك وتعلقون على الفيديو إذا حبيتوا لأن رأيكم يهمني. راح أعمل ربطات للشعر سكرانشي وتعتبر من المشاريع المنزلية السهلة والناجحة وغير المكلفة، وتعطي دخل إضافي من البيت وبمجهود بسيط. ففي البداية ممكن عملها من بقايا الأقمشة حتى إتقان عملها، وبعدها ممكن شراء أقمشة من نوعيات جيدة مناسبة لعمل السكرانشي مثل القطن والأورغانزا والشيفون وغيرها، وممكن متر من القماش عمل مجموعة كبيرة من السكرانشي، لذلك يعتبر ربحها كبير. ممكن عمل متجر إلكتروني في مواقع التواصل مثل موقع الإنستغرام والفيسبوك وبرنامج إتسي، وهو مناسب للبنات الصغار لأنه ما يحتاج مجهود. وممكن البدء فيه بالبيع على الأقارب والصديقات وفي التجمعات العائلية والإفنتات، ومن الأفضل الابتكار فيه وعمل أشكال لم يسبق لأحد عملها. وأهم شيء إتقان العمل واختيار خامات جيدة وتغليف المنتج بشكل جذاب. لاحظت كثير من الفتيات باليوتيوب وبرنامج إتسي وخاصة الأجانب يعملون بهذا المجال من المنزل. وفي أحجام متعددة للسكرانشي مثل سمول وميديوم ولارج وإكس لارج، وأحيانا يعملون إكس إكس لارج. اللي خيطته يعتبر بين الميديوم واللارج، 60 سنتي في 15 سنتي. وحلو يكون عندكم بعض الأدوات البسيطة مثل مكينة وتكون من النوع الرخيص عادي، كذلك مقصات حادة أو عجلات القص، مسطرة. ولتسهيل عمل السكرانشي إذا كانت عندكم كميات كبيرة، أول شيء قص الأقمشة بكميات كبيرة، بعدها الخياطة، وبعدها إدخال المغاط، وبعدها التغليف، لأن هذا يسهل عليكم الشغل. خياطة جانب واحد من القماش، وبعدها أقلبه على الوجه، ثم أدخل المغاط، وبعدها أخيط الفتحتين مع بعض. اخترت أقمشة قطنية وحرير، تقدرون تستخدمون أنواع كثيرة من الأقمشة اللي تناسبكم. ولا تقولون مشروع بسيط وما في أحد راح يشري، لا بالعكس، في بنات كثير يحبون يشترون، وخاصة إذا كان أونلاين. بالنسبة لطول المغاط 8 إنش، لكن أنا أفضل إنه يكون 11 إنش، لأن لما حطيت 8 إنش طلع شوي قصير. ومن الأفضل التنوع باستخدام الأقمشة مثل الأورغانزا والتفتة والمخمل والجلد والقطن.
هذا حجم السكرانشي سمول، وحلو خياطة السكرانشي على حسب الفصول، مثلا فصل الخريف أو الربيع وغيره من الفصول. بالنسبة للبطاقة المعلقة على السكرانشي، أنا عملت فيها فتحة حتى يسهل تعليقها إذا كان البيع في محلات أو في إيفنتات، والأفضل يكون مطبوع عليها اسم المشروع وأرقام التواصل وعنوان المتجر الإلكتروني ونوع القماش المستخدم إذا كان قطن أو حرير أو أورغانزا أو شيفون، وطبعاً السعر. وأهم شيء في المنتج التغليف، تقدرين تغلفينها بكرتون أو في أكياس، هذا يرجع لذوقك. والأفضل وضع بطاقة وتكون مكتوبة بخط اليد تشكرونهم على شرائهم من متجركم، لأن هذه الأشياء البسيطة لها قيمة كبيرة عند الزبائن. وأتمنى منكم حبايبي مشاركة مقاطع الفيديو مع أصدقائكم وفي قنواتكم على التيك توك والفيسبوك وغيرها، لأن هذا يساعد على نشر القناة ويشجعني على بذل مجهود أكثر.
وما في بنت ولا امرأة تستغني عن ربطات الشعر السكرانشي، وأغلب الماركات العالمية ينزلون بالكوليكشن حقهم هذه الربطات. وهذا موقع إتسي، وشوفوا العدد الهائل للتاجرات فقط المتخصصات في عمل ربطات الشعر السكرانشي. وتقدرين تعملين لك متجر في هذا الموقع، لأن فيه تاجرات من جميع أنحاء العالم. وهذا الانستغرام في عدد هائل كذلك من التاجرات المتخصصات في عمل السكرانشي. وهذا موقع بنتريست، ممكن أخذ بعض الأفكار والإلهام من الصور الموجودة فيه. شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل فيديو جديد أنزله.